تفضل. احنا طبعا بنطالع مقدمات الكتب تبعكم نعم ونستفيد منها، فاحيانا بيجابهون الحاقدين واللي ضد الدعوة السلفية بيقولوا انه شيخكم دائما في مقدمات كتبه يسب على العلماء ويعتدي عليهم ويجرحهم وكذا وكذا، فاحنا بنقول يعني هم بدوا بالسيئة وجزاء سيئة سيئة مثلها، فبقولوا يعني قدر إمكان قد ما يكون مش بهذا العنف والشدة، فماذا نقول لهؤلاء الجماعة يعني؟ نقول لهم: هل قرأتم كلمات أولئك على الألباني؟ ما قرأوها؟ طبعا لا. أه بس بنقول له نحن هيك. وبعدين بتعرفوا إنه الألباني مقصر معهم. الله أكبر، الله أكبر على البشر، شو ظالم ظالم. هم البادئون. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. انظروا منذ قامت الدعوه الى الان، هاتوا لي واحدا بداته بالكلام انا وتكلمت فيه فحش القول في اهل ماذا الزور واهل البهتان واهل الفتنه في الدعوه، ربما أقول فيه كلاما والله عن غير على السنة، ربما حصل كلام فيه شيء من القسوة أو كذا، والله ما هو عن هوى ولكن عن غير على السنة،